ممكن تفتحي؟ أنا عايز أشوفك، أنا عايز أشوفك، عايز أتكلم معاك. طب ممكن تفتحي وتسيبيني أتكلم وما ترديش عليا؟ طب افتحي واقفلي الباب في وشي زي ما أنت بتعملي معايا على طول. ما انا عارف ان انت جوه. طب انا عايز احكي لك انا اكتشفت ايه. انا اكتشفت ان انا كنت بفكر فيكي في كل لحظه، بس انا ما كنتش فاهم ده ايه، أو كنت بتعامل على أساس إن ده جزء من علاج أنا مجبر عليه، بس هو في الآخر محدش فينا بيجبر على حاجة، كل واحد فينا بيعمل اللي بيحبه واللي على هواه، حتى لو مكنتش عارف ده. عارفة يا هند؟ أنا لما طلقتك حسيت إن أنا طلقت بجد. أنا ما كنتش مقتنع إن أنا ممكن أتعالج أو أتغير. لأ، كنت مقتنع إن أنا عشان أتعالج أو أتغير محتاج أتعرض لصدمة. وإنتي كنتي أحلى صدمة تعرضت ليها في حياتي. مش غبي يا هند، انا كنت واخد بالي من كل حاجه، بس كنت خايف اصدق. ردي بقى، طب على فكره بقى خالك باين على الباب من اول ما جيت. لكن كبرياء الانثى واحساسها ان سليم بيقول كده لمجرد انه يملى فراغ سابته واحده تانيه بيها خلاها تتراجع وتاخد خطوه لورا.